ترتد على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كانت في صعيد مصر. في الحقيقة الدولة المصرية بتولي اهتمام خاص بالطاقة المتجددة. العلماء بيقولوا خلال 50 سنة ستنضب كل أبار البترول في العالم أو ستبدأ في النضوب. لذا إذا لم تتحرك مصر الآن وتخلق أجيال تستطيع أنها تستثمر نفس في عقولها أولا وتتعلم جيدا كيفية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، احنا مش هنعرف يعني كمان 50 سنة اجيالنا اللي جاية انها تقوم، انها تمشي، انها تتحرك، ان يبقى في اي حركة في البلد، ان يبقى في اي طاقة في البلد. الطاقة المتجددة بنتكلم عن الطاقة الشمسية طبعا في المقام الاول، ومصر فيها اكبر معدل سطوع شمسي في العالم. بنتكلم عن طاقة الرياح، وبنتكلم عن تحلية مياه البحر. حديثنا النهاردة مع المهندس حسن امين، عضو اللجنة التنفيذية في المركز الاقليمي للطاقة المتجددة، و هننظر الى مصر كيف ستكون خلال عام 2020، وكيف أيضا سنصل إلى المعدلات اللي نستطيع نقول فيها إن إحنا دولة آمنة في ما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة. صباح الخير فندم. صباح الخير، أهلا بحضرتك. أبدأ معاك من النقطة الأهم، 2020 كيف ستصل مصر لنسبة 20% كما قالت أرقام حكومية إن مصر خلال سنة 2020 حنصل نسبة استهلاكنا في الطاقة يعني الطاقة المتجددة هتبقى من الطاقة كلها نسبة 20%. تمام، هو المستهدف ان نسبة الطاقة المتجددة من اجمالي الطاقة المولدة في مصر يوصل 20%. ليه بقى؟ خلينا اول بس نقول طيب معلومة بعد اذنك، انها هتبقى بحلول 2022. هي يمكن كانت في فترات قبل كده بلاند انها تكون في 2020، لكن تم تعديلها انها تبقى في 2022 نظرا يعني للظروف السابقة اللي كانت حصلت وكده. فهي بحلول 2022 المستهدف ان يكون عندك 20% من الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في مصر. الطاقة المتجددة يعني بنتكلم في طاقة الرياح، بنتكلم في الطاقة الشمسية، داخل فيها كمان إيه الطاقة اللي هي مولدة الهيدرو اللي هي المائية يعني الكهرومائية. الكهرومائية بالضبط كده. ليه؟ لأن العالم كله لو بصينا على الترند بتاع العالم كله هنلاقي أن العالم كله رايح للطاقة المتجددة. لو جرينا الشريط كده وبصينا كمان 5-6 سنين هنلاقي أن الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية بالتحديد هنلاقيها هتبقى هي الدوميننت أو الأكثر شيوعا في الطاقات. وده من خلال لو بصينا على حاجتين، نبص على كمية المحطات اللي بتتعمل من الطاقة المتجددة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، والحاجة التانية لو بصينا على الأسعار، أسعار الطاقة المتجددة في خلال السنين اللي فاتت وتطورها مش إزاي، وإزاي الأسعار نزلت وتحديدا في الطاقة الشمسية بطريقة كبيرة بتنزل. جدا بتنزل جدا طبعا. صحيح. انت بتكلم بداية الطاقة الشمسية لغاية النهاردة نزلت الأسعار يمكن أكتر من 20 مرة، أكتر من 20 ضعف. احنا بنتكلم النهاردة في طاقة شمسية يمكن مش هنقول أسرار الأسعار المعلنة في كل العالم، بنتكلم أقل من 3 سنت طاقة الشمسية. 3 سنت ده رقم منافس جدا، رقم يكاد يكون هو نفس الرقم بتاع الطاقة التقليدية. غير انك انت في الطاقة الشمسية ما فيش وقود، غير انك انت بتحافظ على الانفايرمنت، على البيئة. فكل دي ابعاد تخليك لازم تحط خطة علشان توصل لتعظيم المكون من الطاقة من الطاقة المتجددة في اجمالي الطاقة المولدة. طبعا ده بيترجم في مصر هنا بيترجم مش بس لان احنا بنحط هدف وخلاص، لا بنترجمه بعد كده الخطط الخطط اللي بتحطها الدولة ممثلة طبعا في وزارة الكهرباء علشان توصل لهذه القيمة وهذه النسبة من الطاقة المتجددة، اللي هي بقى المشروعات سواء مشروعات الطاقة الشمسية. اكيد حضرتك سمعت عن المشروعات بتاعه بنبان. طبعا مشروعات بنبان يمكن ان شاء الله لما تتم هيكون اكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، بنتكلم في على الاقل 1500 ميجا وات من الطاقة الشمسية في العالم ولا في الشرق الاوسط؟ لا في العالم، في العالم. هات لي مجمع طاقة شمسية بالمنظر ده بالقيمة دي. حاليا دلوقتي هي المغرب، المنطقة بتاعت ورزازات في المغرب هي رقم واحد، لكن لما دي تتم هتكون اكبر منها. ده حاجة. أنا بشوف كمان بنبان ليها أبعاد تانية الحقيقة. بنبان علشان برضو اللي بيسمعنا أو اللي بيشوفنا يكون عارف، بنبان جنب أسوان في الجنوب،
فأنا بشوف لها أبعاد كمان تانية، أنك أنت في منطقة جنب المنطقة القديمة اللي فيها الحضارة، فأنت كأنك بتبعت رسالتين، رسالة أن إحنا بلد حضارة وفي نفس الوقت إحنا بلد مستقبل. بالضبط كده، عندنا ماضي وعندنا مستقبل. بالضبط. فطبعا يعني على فكرة في المغرب بيعملوا زيارات يعني للسياح يروحوا يزوروا المنطقة بتاعت ورزازات بتاعت الطاقة الشمسية. برنامج واحد برضو ما بين ده وده، ولا برنامج محدد يعني برنامج واحد ما بين الآثار والطاقة الشمسية، ولا برنامج واحد لا يعني هم بيعملوا بينظموا زيارات السياح اللي جايين وبيكونوا بيشوفوا الآثار والكلام ده كله، بيوروهم كمان محطة الطاقة الشمسية دي 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 حقيقة، لأنها حاليا هي لسه حاجات يعني برضو ما هياش منتشرة قوي في العالم. فده أنا بشوف إنها ده غير إنها كمان بتعمل بتخلق فرص عمل للمنطقة حوالين بنبان مدينة صغيرة، بتأهل شباب للطاقة الشمسية للعمل في الطاقة الشمسية. من الحاجات اللي كسبتها الدول اللي بدأت في الطاقة الشمسية إنها بقى عندها كوادر طبعا. فلما تيجي تشتغل هنا مثلا في مصر هتبص على مين عايز تجيب كوادر في الطاقة الشمسية؟ هتشوف الدول اللي سبقتنا، فتجي تبتدي تجيب من عندهم ناس يشتغلوا في الطاقة الشمسية. نفس الشيء لما إن شاء الله بإذن الله، وإحنا يعني في شركات كتير بدأت تعمل تدريب للمهندسين وللفنيين على الطاقة الشمسية، بحيث إن هم يقدروا يشتغلوا في المنطقة كلها بعد مشروع بنبان. فانا بشوف له ابعاد كتير الحقيقه. فده تحديدا بالنسبه للطاقه الشمسيه، يمكن علشان هي يمكن دلوقتي اللي على الساحه، وهي اللي ماشيه في ترند بتزيد اكتر بكتير. طبعا طاقه الرياح مهمه جدا ما يخفاش. طبعا قبل ما نخش على طاقه الرياح، افتتح الرئيس محافظه الوادي الجديد كانت متعلقه بالطاقه الشمسيه، بالاضافه ايضا لمشروع بنبان اللي المفروض ان هو افتتح نهايه العام الجاري كما هو مخطط، ممكن طبعا ايه يعني يمتد لبعد كده. بتكلم عن مشروع الوادي الجديد، ايه الفرق بين الحقول الطاقه الشمسيه فتحت الوادي الجديد واللي الدوله عاملاها في مدينه بنبان؟ لا هو الفرق كتكنولوجي ما فيش فرق، يعني بنتكلم اضخم طبعا تكنيكال، بنبان اكبر طبعا بكتير، بس هي الفكره الاختلاف بس في طريقه تنفيذ المشروع. المشروعات في بنبان بتتم بنظام البي او تي او البي او، اللي هو شركات مستثمرين الحقيقه، هم مطورين في مجال الطاقة الشمسية، والدولة بتشتري منهم الكهرباء المنتجة من الحقل الشمسي. جميل. ده مختلف عن الوادي الجديد. التاني المشروعات التانية دي مشروعات بتمتلكها الدولة، وهي نفس الفكرة بنفس نفس التكنولوجي، ما فيش أي فرق خالص، لكن فرق طريقة. في أي مشروع في الدنيا عندك طريقتين إنك تعمله، يا إما تجيب مستثمر يجي يعمل المشروع وتشتري منه الكهرباء المنتجه من المشروع، يا اما انت اللي تصرف عليه او انت اللي تصرف. ففي الحاله الاولى المستثمر هو اللي بيتملك المشروع وهو اللي بيشيل الريسك بتاعه، يبقى كله هو الابر هاند، هو اليد العليا. هي ما فيهاش ابر هاند، خلينا نتكلم ان هم هاند ان هاند، لكن ما فيش حد ابر وحد لور، لكن في حد بس هيكسب من الدوله اكتر من الدوله ما ممكن تكسب. انا مصري يهمني الدوله تكسب اكتر من المستثمر. لا هو مش موضوع مكسب خالص. خلينا لو عايز تعمل المقارنه دي نقارنها. في الحالة الأولى هو اللي بياخد كل الريسك بتاع التصميم والتنفيذ مقابل أنه يكسب فند، والتشغيل والصيانة والكلام ده كله. أهم ده كل أهم حاجة في دي كلها ده اللي بنبان أهو زي ما احنا شايفين، والمشروع الضخم اللي عارف. طبعا ممكن نتكلم عنه بالتفصيل، بس يهمني أوضح الجزئية دي. لأن في حالة البي او مسؤولية التمويل بتقع على المستثمر. في الحالة الأولى مشروعات كبيرة زي كده أنا اللي همولها كدولة، يبقى أنا هقترض. لو هقترض هتأثر على التصنيف الائتماني بتاعي، هتأثر على الموازنة بتاعتي، هتبان في الموازنة بتاعتي. ده فرق كبير جدا. العالم كله بيتجه للمشروعات البي او تي. فده الفرق مينلي ما بين الحاجتين، لكن ده مطلوب وده مطلوب. لو اتكلمنا عن الكهرباء عموما مش الطاقه المتجدده فقط، احنا عندنا محطات، خلينا نقول ان البيز بتاع القاعده بتاعة توليد الطاقه في مصر بتمتلكها الدوله، فانت عندك بما يكفي انك انت تامن، لان ليها بعد امن قومي كمان. طبعا طبعا تقدر بعد كده تدخل في مشروعات البي او تي وتبتدي يبقى تشجع الاستثمار. المستثمر اللي هيجي يشتغل في مشروع كهرباء هيضخ عملة صعبة، كهرباء أو غير كهرباء، هيضخ عملة صعبة في السوق، هيعمل لك انتعاشة في السوق، هيشغل ناس،
فالوضع مختلف تماما يعني. فيما يتعلق طيب طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وتحلية مياه البحر والطاقة الشمسية، أيهما الأكثر في بعطائنا إحنا ميجا واتس بالنسبة للدولة أو بالنسبة للشبكة القومية للكهرباء، وأيهما أقل لو خدناهم بالترتيب؟ تمام، هو كميجا وات أو كتوليد طاقة خلينا نقسمها الأول طاقة تقليدية وطاقة متجددة. تمام. الطاقة التقليدية عادة بعتمد عليها في الحمل الأساسي عندنا، علشان أوضح حتة الحمل الأساسي دي إزاي. عندنا في الأحمال بتاعة الكهرباء في حمل أساسي اللي هو الحمل اللي ما بنزلش عنه خالص، وفي أحمال بتاعة اللي بيسميها بيك لود أو أحمال الذروة اللي هو يجي يزيد كده ويرجع ينزل تاني. تمام، الحمل الأساسي ده عادة بأمنه من الطاقة التقليدية بنسبة كبيرة جدا جدا لطبيعة الكهرباء، طبيعة الكهرباء المولدة من الطاقة التقليدية. وبعتمد أكتر في الأحمال اللي هي البيك لود أو الأحمال اللي هي بتاعت وقت الذروة على الطاقة المتجددة عموما. لو جينا قسمنا بقى الطاقة المتجددة مائية ورياح وسولر، وفي طاقات متجددة تانية كتير في البايو وفي حاجات تانية كتير جدا. الحاجات اللي هي السولر والرياح وكده بتشترك كلها في حاجة، إنها الافيلابيليتي أو الإتاحية بتاعت الكهرباء ما بتبقاش في إيدك. لو سيما لو نحن نتكلم على الطاقة الشمسية الكهروفولتاية أو البي في الفوتوفولتايك، دي مرتبطة بفترات سطوع الشمس. صحيح. فده بيدي كاركتريستكس أو شكل معين للكهرباء المنتجة وإتاحية معينة للكهرباء المنتجة من السولر. نفس الشيء طاقة الرياح مرتبطة بفترات بالضبط كده، زيادة سرعة الرياح على عكس الطاقة التقليدية أو حتى الطاقة المائية. الطاقة المائية بتقدر تتحكم فيها أنت عايزها أنت. ده الفرق الرئيسي. لكن في النهاية السايز بقى أو الحجم بتاع الميجا يعني يومه أكثر. أنا فاهم أن كل واحد ليه خصائص معينة وليه علاقة بالشمس قوية ولا لا. السكيل بيختلف، السكيل بيختلف يعني. لا، الطاقة التقليدية بتتكلم في سكيل كبير، بتتكلم في محطات. لو خدنا أمثلة مثلا محطة بني سويف بتتكلم فوق 4000 ميجا وات. الطاقة الشمسية بتكلم في سكيل أصغر شوية، يعني احنا بنتكلم في مثلا بنبان 1500 ميجا وات، ده رقم كبير بالنسبة للطاقة الشمسية لأنه بيحتاج مساحات كبيرة جدا. صح. علشان تفرض عليها الخلايا الشمسية. طاقة الرياح نفس القصة، تحتاج مساحات أكبر علشان تحط عليها التوربينات، وإن صح. كانت بدأ دلوقتي التوربينات تبقى التوربينة الواحدة بتولد ميجا وات أكتر، لكن ستيل بتحتاج مساحات. والنقطة الثانية برضو المهمة، إن مش أي مكان هتحط فيه توربينات رياح أو طاقة رياح، ومش أي مكان هتحط فيه طاقة شمسية، لكن عادة أي مكان يكون فيه متوفر فيه الحاجات الأساسية تقدر تعمل فيه طاقة تقليدية. صحيح صحيح. فدي دي 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 الفروق الأساسية. بيكلمك دايما يقولك إن بنبان أكثر مناطق العالم فيما يتعلق بالسطوع الشمسي. إيه هو السطوع الشمسي؟ السطوع الشمسي الألواح الشمسية هي بتشتغل على حاجة بسيطة عشان ما بقاش بنعقد الأمور، إن تحويل الطاقة الشمس لكهرباء. فده مرتبط بالراديشن او السطوع الشمسي. أيه. بالظبط كده. ان الشمس تبقى يعني انا كنت برضو قريت ارتكل بيتكلم في قصه ان مصر افضل من الخليج، لان الخليج فيها رطوبه. الرطوبه بالظبط كده. احنا ما عندناش رطوبه. بالظبط. عندنا الجو جاف وعندنا شمس زي ما بيقولوا صريحه نت. بالظبط بالظبط. الرطوبه طبعا بتاثر على الخلايا الشمسيه، بتاثر على الخلايا وبتاثر على بعض الترسبات اللي بتحصل على الخلايا نفسها. ده فعلا احنا بالنسبه للخليج المنطقه بتاعت بنبان طبعا لا تقارن، في اقل رطوبه بكتير جدا من منطقه الخليج. وان كان عندنا برضو مشاكل تانية اللي هي الأتربة طبعا بتعمل حاجة اسمها سويلينج افكت، بتتراكم الأتربة على السيلز على الخلايا بالظبط كده. ودي بس دي موجودة يعني هتلاقيها في معظم، لأن حتى الآن لما ببص مثلا في المغرب في منطقة ورزازات، ما دي في الصحراء هتلاقي عندهم نفس المشكلة. لما تلاقي في الخليج هتلاقي نفس القصة،
فدي الحاجات اللي بتقابلنا. لكن ميزه الطاقه الشمسيه وميزه الطاقه المتجدده ان ما فيش وقود. صح، يعني انك انت ما بتحرقش وقود. هي انا شايف اكبر ميزه ليها ان انت بتنشئ جيل قادر ان هو لو البترول ده خلص الجيل ده تعتمد عليه ان الدنيا تمشي تولد الدنيا. طبعا هي طاقه مستدامه. ما كانش عندك ده يا فندم. هي طاقه مستدامه. يعني هي طاقه انت مش مرتبط بغاز يخلص او كده، لا، انت ما دام في حياه يبقى في شمس. وفي كم مهندس مصري هناك وكم عامل مصري اتعلم القصه ويقدر يترجمها تاني ونقدر نعتمد عليهم؟ ده اللي بتكلم فيه. طبعا طبعا طبعا، بتحضر كوادر زي ما قلنا في الاول، بتحضر كوادر تقدر تشتغل مش بس في مصر، لان الطاقه الشمسيه وان كان انها هي مش وليده النهارده، هي بقى لها فتره طبعا، لكن بدات دلوقتي تبقى بومينج، بدات تبقى بتنتشر. فالكوادر اللي بتحضرها سواء بالتدريب او ان هم يشتغلوا في الموقع بتاع بنبان مع الشركات المختلفه هتطلع تشتغل في كل المنطقه. فدي دي دي ده عامل مهم جدا. صحيح. مصر 2022 ومصر 2035، انا فاكر ان 2022 هتبقى 20% من مصدر الطاقه اللي داخله مصر من الطاقه المتجدده، اعتقد حاجه 40% 45% 40%، خلينا نقول 40% سنه 2035. تمام. بناء على دراسات واحصائيات اعتقد ان اللي مبني دلوقتي بنبان، جبل الزيت اللي هي طاقه الرياح، الزعفرانة وما هو الزعفرانة والمحطات المائية بقى اللي هي من زمان. هو خلينا نكون واقعيين، اللي معمول لغاية دلوقتي هيحتاج جهد كبير جدا عشان توصل في 2022 للرقم 20%. تصريحات دكتور حسن شاكر دي. دكتور شاكر. هو اللي قايلها. دكتور محمد شاكر مش حسن شاكر. طبعا هي احنا بنقول انها ده التارجت المعلن من وزاره الكهرباء. ما بنقولش ان هو مستحيل، بنقول ان احنا النهارده هنا، بس علشان نوصل للرقم ده ايوه هنحتاج ان احنا نجري جاريه كبيره قوي في المجال ده. صح. بالظبط. وده حاصل فعلا. يعني احنا لما بنتكلم في المشروعات اللي يعني غير طبعا بنبان، في منطقه كومومبو، في منطقه غرب النيل. يعني الوزاره كانت منزله في منطقه غرب النيل 200 ميجا وات خلايا شمسيه كهروضوئيه، 250 ميجا وات رياح، و100 ميجا وات مركزات شمسيه، غير 600 ميجا وات تانيين شمسي برضو. في البايب لاين فيها، بس علشان ده يتم ب 2022 اعتقد ان احنا محتاجين نزود شويه في الوتيره. يعني طب انا شايف في خطه طموحه للدوله للاستفاده من الطاقه الشمسيه وعمل نقاط ليها، بس مش شايف ده في طاقة الرياح، مش شايف غير جبل الزيت، محطة الزعفرانة اللي هي في الغردقة. الزعفرانة خلينا نفرق بس ما بين الزعفرانة وجبل الزيت. دي حاجة ودي حاجة؟ زعفرانة اللي هي المنطقة القديمة اللي اتعملت، اللي هي في الطريق في الأول الطريق خالص. بنشوفها واحنا ماشيين. بالظبط كده. الزعفرانة من زمان احنا بدأنا فيها. وكنا سباقين فيها. الزعفرانة اتملت. يعني الزعفرانة ما فيش فيها مكان، يمكن بس اللي مطلوب في منطقة الزعفرانة أن يتعمل تحديث أو يعني rehabilitation يتعمل التوربينات. يعني يتعمل لها revamping أو كده، يعني لأنها بقالها دلوقتي داخلة في 20 سنة، فلازم ده يعني وقت يدوب أنها يتعمل لها revamping. فدي منطقة الزعفرانة. المنطقة اللي بعدها اللي هي منطقة جبل الزيت، منطقة جبل الزيت من أعلى مناطق سرعة الرياح، سرعة الرياح بتوصل 12 متر في الثانية، ودي سرعة عالية جدا. مشكلتها بس برضو هناك إن في الرمال من الصحراء مع سرعة الرياح بتعمل أوقات مشاكل، لكن من أعلى سرعات الرياح اللي ممكن تشوفها. منطقة جبل الزيت لا أعتقد إحنا ماشيين فيها أو كبلد يعني ماشيين فيها كويس جدا. في كذا مشروع، في مشروع 250 ميجا وات ده بنظام البي او مع احدى الشركات، ده
بدأ يعني في حيز بدأ حيز التنفيذ في مشروعات كانت بدأت بالتعاون مع مؤسسات تمويل زي الجايكا مثلا من اليابان، زي اي بي ار دي، يعني في كذا 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 مشروع هناك شغال. منطقة جبل الزيت لسه تسمح بمشروعات أخرى، وأنا أعلم إن في خطة وفي مشروعات مطروحة وبيتم مناقشتها مع بعض الشركات لإقامة مشروعات في طاقة رياح. هتشوف الفترة اللي جاية مشروعات طاقة رياح في جبل الزيت. غير جبل الزيت بقى في غرب النيل. غرب النيل برضو معمول فيها أماكن علشان برضو منطقة صناعية، ولا دي مش هتغذي المنطقة الصناعية؟ لا، خلينا احنا بنتكلم على الكهرباء. كهرباء انت هترميها على الشبكة، تغذي ايه بعد كده ده على حسب بقى التحكم. سواء غرب النيل مرتبط بالمناطق الصناعيه اللي موجوده في الظهير الصحراوي لكل محافظات الصعيد. تمام، بس يعني منطقه بني سويف في الغرب، منطقه اسيوط، المدن الصناعيه كلها في الغرب. اكيد طبعا اكيد، بس هو في النهايه كل محطات الكهرباء سواء تقليديه او متجدده بتربطها على الشبكه، ومن الشبكة بتبتدي تغذي المناطق المختلفة. فأعتقد مع جبل الزيت مع غرب النيل ممكن يكون في يعني في الفترة اللي هي الثلاث سنين اللي جايين ما لا يقل عن 2 جيجا مثلا، يكونوا 2000 ميجا يعني يكونوا معمولين على الأقل إن شاء الله. يعني الطاقة الكهربائية يا باشمهندس وصلنا فيها لغاية إيه؟ أناطر أسيوط الجديدة اللي افتتحها الرئيس من ساعات قليله يعني توفر للدوله قد ايه؟ هي دي ده مشروع قناطر، مش مشروع توليد. مش في توليد، في احنا خد بالك ان موضوع الطاقه المائيه اصبح برضو بغصب عنك بقى محدود متواضع يعني بالنسبه لل يعني بما يخرجه من كهرباء، متواضع بالنسبه للحاجات ومحدود كمان لان هو مرتبط باماكن معينه، نقط معينه، لكن ما هوش متاح يعني مش زي مثلا الطاقه الشمسيه انك انت عندك مساحات شاسعه تعمل فيها ذات، او الطاقه التقليديه انت مرتبط بحتت معينه تعمل فيها المشروعات دي. فما بقاش هو ده بالنسبة لنا احنا هنا في مصر، مش هو ده. يمكن دول تانية بقى في أوروبا عندهم طبعا الطاقة المائية بيكون لها دور أكبر من كده. وبالمناسبة لو بنتكلم على الطاقة المتجددة عموما داخل فيها الطاقة المائية، في دول أنا بقولها تملك نوع من التحفيز، دول أوروبية زي السويد عاملين الخطة بتاعتهم إن هم يوصلوا 100% في يوم من الأيام على 2040. ف 100% طاقه متجدده، مش عايز حاجه من الدنيا. بنتكلم في اوروبا، بنتكلم في يعني اعتقد الدنمارك بقت كده، بقت جرين انرجي كلها، مش او النرويج، حاجه في الدول في شمال اوروبا. لا ما فيش حد بقى 100% حاليا، لكن لكن في تارجتس ان هم يوصلوا ل 100%، فده تارجتس طموحه جدا لبلاد الطاقة الشمسية عندها أو السطوع الشمس اللي كنا بنتكلم عنه ما هوش موجود أصلا، مش مغري بالمنظر. في بلاد منهم أصلا أنت ضلمة يعني في بعض أوقات من السنة بتبقى ضلمة تقريبا طول اليوم يعني. صحيح. لكن بينوع بقى ما بين طاقة رياح، ما بين طاقة مائية، ما بين طاقة شمسية، أنواع أخرى من الطاقة المتجددة. فبس لازم يكون ده الترند، حتى لو لم ينضب، وان شاء الله ما ينضبش الغاز او البترول، انت محتاج انك انت تستفيد منه في الصناعات الاخرى واللي بتدي قيمه مضافه. طبعاً. البتروكيماويات طبعاً. تستفيد منه، ما تحرقوش الكهرباء، والكهرباء ممكن نعمل فيها عمل. بالظبط بالظبط. صحيح. انا يعني اتمنى ان مصر 2022 تكون وصلت رقم 20% ان شاء الله. وان كان حضرتك بتقول ان برضه ان احنا الوتيره بتاعتنا لسه ما وصلتش لده، ولكن اتمنى ان احنا نوصل ل 100% زي السويد. واتمنى ان احنا نقدر فعلا الشبكه بتاعه الكهرباء بتاعتنا، يعني ربما احنا من قلاقل من الدول القليله جدا في المنطقه العربيه اللي بنمتلك شبكه التوزيع وشبكه الانتاج، لان دي امن قومي عندنا بالنسبه لمصر. في دول اخرى الكلام ده كله بالنسبه لهم يعني معمول بالظبط. البنيه دي بنيه تحتيه يعني. صحيح. يعني ويمكن ما دام بنتكلم على شبكات التوزيع
بسرعه جدا كده. احنا شغالين على التوليد كويس جدا، لكن الفتره اللي جايه لازم نركز في النقل والتوزيع، لان التوزيع في النهايه هي اللي هتوصل لك الكهرباء. صح. فلازم صح. شبكه تكون واقفه على رجليها. أي. علشان ما تحضرش علشان ما يحصلش اعطال، عشان ما يحصلش فقد في الشبكه وانت بتنقل. اشكرك يا باشمهندس. اشكرك المهندس حسن امين، عضو لجنه تنفيذيه في المركز الاقليمي للطاقه المتجدده. استمتعت بالحوار معك. دائما الحوار عن الطاقه هو اللي بيديني انديكيتور او بيديني مؤشر للاقتصاد، والاقتصاد هو اللي بيديني مؤشر ليه احنا ماشيين صح ولا غلط. فانا اعتقد ان احنا يعني بدانا بدايه صحيحه، ان احنا وقفنا على رجلينا في مجال الكهرباء، وده اللي هيوقفنا على رجلينا في مجال الصناعه، والصناعه اللي هتوقفنا على رجلينا ان شاء الله في مجال الاقتصاد. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذا الامر. شكرا. خلينا ننتقل سريعا لحاله البيع والشراء الخاصه بالاضاحي من خلال منفذ وزاره الزراعه. كل سنه وحضرتك.